diciamo così. أنا من دارفور سبها اللي هو وصلت طرابلس في الشارع واجهت مشاكل كثيرة من اغتصابات وضربوني وضربوا زوجي وحتى بنتي صغيرة يعني عندها سنة ونص قال عليها الشمال ومسكته وقلت له لازم تطلني بالطبنجة دي وكيف أنا قاعدة قدامه ولما حصل لي أي حاجة كان ولدي قدام عيونه حتى كان بيبكي حتى الحاجات الشنيعة اللي حصلت لي ولدي كان بيعاينه يعني أنا بحكي الكلام ده كان ما حصل لي الليلة ولا أبيض لما جه هاشي قال لي اقلعي ملابسك كلها قال لي انت تريحي لي انا براي ولا اتصل على الناس يجوا ونختص بك كلنا ونجدعك نقتلك خفت قال لي طلعي اقلعي الملابس لما بيت طلع الملابس لي يا كحبه طلعي الملابس يا عبده يا كحبه يا عبده بعديها طوالي اضطريت قلعت ملابسي برا طلع لي الطبنجة حتى ما شال الطبنجة وعمل لي قال لي أنا بقتلك خط الطبنجة هنا قال لي لو عليت صوتك بس عشان خاطري ما تضرب علي ما تضرب لي الأولاد تجيبهم كلهم خلاص أنت بس يعني أنت اختصمني أنت ولا أنت أعمل الدهر تعمله بس ما تنادي ناس اختصبني من كل النواحي من كل جسمي From all her body. وولع السيجارة ولع السيجارة وقال لي ما تلبسي ملابسك ولع السيجارة وقال لي نمشي هيك أنا عريانة ويصور فيا قمت قعدت له في الوطن قمت بست له رجله خلف رجله هيك خلف رجله وبست له رجله بعد بست رجله رماني بعدها تاني اغتصبني قعد معي تاني